هذه أبرز العناوين أمر بط يستقر على وجهته ونادي بارز يستعد لتقديم عرضه الرسمي بلغ عاجل حكيم زياش يفجرها ويخرج بأول رد على فشل انتقاله إلى النصر بسبب مشاكل في الركبة اتحاد جدة يتحرك للتعاقد مع أحد نجوم المنتخب المغربي والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون اول واحد كيتوصل بجديد الاخبار العالميه والمغربيه المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس امرابط يستقر على وجهته وناد بارز يستعد لتقديم عرضه الرسمي استقر النجم المغربي سفيان مرابط على وجهته في الميركاتو الصيفي الحالي بعد فشل انضمامه الى كل من برشلونه واتلتيكو مدريد الاسبانيين وأفادت شبكة فوتبول إيطاليا أن مرابط أعطى موافقته لإدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزية على الانتقال إليه بعد الاستجابة لشروطه الشخصية مرحبا بارتداء القميص الأحمر وتابعت أن إدارة مانشستر يونايتد بدورها قررت التقدم بعرض رسمي في الساعات القادمة لناظراتها في فيرونتينا مشيرا إلى أنها ستستجيب لطلب الفيولا بالاستغناء عن أمرابط مقابل 30 مليون يورو ويرغب أمرابط في مغادرة فيرونتينا بعد تألقه في الموسم المنصرم مع المنتخب المغربي بكأس العالم قطر 2022 وفريقه سواء في الدور الإيطالي أو كأس المؤتمر الأوروبي بلاغ عاجل حكيم زياش يفجرها ويخرج بأول رد على فشل انتقاله إلى النصر بسبب مشاكل في الركبة خرج حكيم زياش عن صمته بشأن التقارير الإعلامية التي أكدت أن فشل صفقة انتقاله لنصر السعودية كان بسبب عدم اجتيازه الكشف الطبي لمعاناته من مشاكل في الركبة. ونشر حكيم زياش صورة لركبتيه على حسابه بالإنستغرام مع إيموجي ساخر، معلقا عليها بطريقة تهكمية: مشاكل في الركبة، أليس كذلك؟ وقبل تعثر الصفقة كان زياش قد توصل في وقت سابق إلى اتفاق مع النصر السعودي يقضي بتلقيه حوالي 13 مليون يورو سنوياً على امتداد ثلاث سنوات حتى 2026، كما اتفق النصر مع تشيلسي على دفع 15 مليون يورو كرسوم للصفقة، حيث كان عقد صاحب الثلاثين عاماً يمتد حتى 2025. وفي سياق ذي الصلة كان الصحفي بين جاكوبس قد كشف عبر حسابه في تويتر أن زياش خضع للمزيد من الاختبارات الجمعة الماضي في مدريد والتي أكدت وجود مشاكل في ركبته وفخذيه وجراء ذلك خفض النصر أجره الأساسي بنسبة 40% لكن اللاعب المغربي أكد أنه غير مهتم بقبول هذا العرض اتحاد جدة يتحرك للتعاقد مع أحد نجوم المنتخب المغربي بشر نادي اتحاد جدة السعودي تحركاته للتعاقد مع النجم المغربي رومان سايس في الانتقالات الصيفية الحالية، وأوردت صحيفة أكسام سبورت تركيا أن الاتحاد دخل في مفاوضات للتعاقد مع سايس مبديا رغبته واستعداده لنيل خدمات المغرب بالموازاة مع الاستجابة لمطالب نادي بشكطاش. وأشارت إلى أن الفريق التركي يشترط التوصل بأربعة ملايين يورو مقابل الاستغناء عن المدافع المغربي وهو ما يعد في متناول الفريق السعودي وكان بشكتاش قد رفض عروضا فرنسية للاستغناء عن سيس وعلى رأسهم أولمبيك مارسيليا وذلك لعدم تقديمهم للسعر المحدد الوداد يتعاقد مع الظهير الأيسر الجزائري إليا شتي حسم نادي الوداد الرياضي مساء الاثنين تعاقده مع الظهير الايسر الجزائري الياس شتي ووقع شتي في كشوفات الوداد عقدا الكترونيا لمده ثلاث مواسم على ان يلتحق بالمغرب خلال الساعات القادمه من اجل اتمام اجراءات انتقاله للفريق الاحمر وسبق للاعب المذكور البالغ من العمر 28 سنة حمل قميص أندية شبيبة القبيل الجزائري والترجي التونسي وأونجيا الفرنسي التشكيله المتوقعه للمنتخب المغربي الاولمبي امام مالي يلاقي المنتخب المغربي الاولمبي اليوم الثلاثاء نظره المالي على ارضيه مركب الامير مولاي عبد الله بالرباط في نصف نهائي كاس امم افريقيا لاقل من 23 سنه ويسعى المنتخب المغربي لاسقاط مالي وبلوغ الدور النهائي الذي يؤهله لأولمبياد باريس 2024 بعد غياب طويل عن المنافسه العالميه ويامل اسود الاطلس في الحفاظ على نسقهم من دور المجموعات بعد بلوغه المربع الذهبي بالعلامه الكامله على حساب غينيا وغانا والكونغو وفي ميل التشكيل المتوقع للمنتخب المغربي الأولمبي أمام مالي في حراسة المرمى بالعروش في خط الدفاع الوفي الوحدي بوكامير في خط الوسط العزوزي بلا الخنوس وريتشاردسون في خط الهجوم سيباري والزلزولي والبكراوي طارق مصطفى حققت معجزة كروية داخل المغرب فرض المصري طارق مصطفى نفسه كأفضل مدرب أجنبي بالدوري المغربي بعد نجاحه في قيادة أولمبيك أسفي لمزاحمة الكبار على منصات التتويج المختلفة محليًا، وتحت قيادة نجم الزمالك ومنتخب مصر سابقًا نجح فريق أولمبيك أسفي في انتزاع لقب الحصان الأسود لبطولة الدوري المغربي بدون منازع، ليختتم الموسم بالمركز الرابع ب 47 نقطة، وتحدث طارق مصطفى في حوار مع موقع كورة عن رحلته الاستثنائية هذا الموسم مع الفريق. ومصيره وطموحاته في الفتره المقبله وقال الحمد لله على التوفيق كان رهانا كبيرا قياسا بالظروف والعقبات التي عانينا منها حققنا معجزه كرويه بكل تفاصيلها اذ كنا نقارن بين اسفي مع منافسي سواء الذين تقدموا عليه بالترتيب او الذين جاءوا خلفه لذلك انا سعيد بالذي حققته للنادي والمدينه عشنا فتره صعبه مليئه بالتوتر والذي كان سببه الخوف من ضياع المركز الرابع والوعد الذي التزمت به أمام جماهير النادي لذلك كان غضب مستفزا للاعبين وقد كانت ردة فعلهم رائعة في نهاية المطاف انتصرنا في مباراتين على التوالي ولم نترك رقبتنا رهينة لغيرنا سأغادر بضمير مرتاح وعن العروض المقدمة له من فرق مغربية أخرى أجاب: "العديد ربط اسمي بفرق مغربية ومصرية وحتى من الخليج" صدقني، التركيز كله كان مع أسفي من أجل مساعدته هو انتظار لقاء مع المسؤولين عن الفريق لإنهاء بعض التفاصيل الصغيرة، وبعدها سأفكر مليا فيما يمكن فعله وبمنتهى الهدوء، لقد تعبت كثيرا لبلوغ ما تحقق. تجربتي رفقة أسفي هي الأنجح والأقوى لي بالمغرب تلقيت تهاني كثيرة وشعرت أن مجهودي لم يذهب هباء لذلك خف تعبي بعد هذه التهاني والإشادات هذه أبرز العناوين أمر بطي يستقر على وجهته ونادي بارز يستعد لتقديم عرضه الرسمي بلاغ عاجل: حكيم زياش يفجرها ويخرج بأول رد على فشل انتقاله إلى النصر بسبب مشاكل في الركبة. اتحاد جدة يتحرك للتعاقد مع أحد نجوم المنتخب المغربي